شكلها بنخسر ولا ايه؟ اضغط يا ابني، لسه 8 دقايق، في امل. مساء الدلع. دلع ايه يا عم؟ هي ايه ده؟ ميسي حبيبي يا ميسي، جيت في وقتك والله. ايه يا عم في ايه؟ يلا يلا روح غير عشان تنزل. اغير ايه يا اسطى وانزل ايه؟ ازاي يعني؟ خسرانين 4 يا ليه ومحتاجين معجزه. يا سيدي هنزل انا ازاي يعني؟ انا مش معاكم يا عم. هتغير هدومك وتنزل عادي، ايه المشكله في كده؟ ولا فاتي، هات الفانيله رقم 10. يلا يا حبيبي اهدى بس، اهدى وركز. انت شكل الاربعه مأثرة عليك فعلا، مستوعب الكلام ولا لا؟ يا عم محدش هياخد باله يا عم. يا سلام، ده ازاي يعني؟ احنا بننهار يا ليو، الماتش بيروح. ما برضه 4 كتير يا تشافي يا اخويا يعني. ما بنزيما يا سيدي، بنزيما ربنا كرمه، كان صايم تقريبا. روق بقى روق، وكل حاجه تتحل ان شاء الله، ربنا يسهل بقى في العوده. ما هو دي العوده. يا نهار ابيض، ده انا ناسي. طب يلا يا جدعان، لسه في امل، فاضل 6 دقايق. امل ازاي يعني؟ نجيب كل جون دقيقه، بتحصل يا عيني. ده انت في المهلبيه خالص. المهم انت كنت جاي ليه يا ليو؟ والله يا صاحبي يعني انا الهلال عارضين عليا 400 مليون ومرسيدس توديني وتجيبني من النادي، فجاي اشوف كده لابورتا هيعرض ايه. 150 الف وتروسيكل حلاوه تيجي بالي التمرين كتير والله. راح الكاس خلاص، قلت لك روق بقى يا عم روق، وان شاء الله الدوري بتاعك. تعالى طيب اعزمك على العشاء يا عم، الماتش لسه ما خلصش. يا سيدي كده كده محطوط علينا، مش فارقه. ولا بوسكيتس، بلم الكور واللبس قبل ما تروح. يلا يا اسطى. انا جدع. مالك يا رايق مقفر كده ليه؟ ما تقوليش يا رايق عشان بتضايق. يا ابني اتعدل بقى، اللي انت بتشربه ده ما فيهوش كحول اصلا. بجد والله؟ يا عم ده خروب عادي. امال مال، انا حاسس الاوضه بتلف بيا ليه كده؟ امال بقى لو شربت العرق سوس، انت تكره حياتك. لا بس عاش يا كريم، هاتريك عالمي حبيبي يا كوتش. ده عشان كنت صايم بس، ربنا كرمني. احضره لنا تشيلسي الان. ما تخشش بصدرك قوي كده، عشان انت اصلا مش عايز تبطل حنكشه يا كوتش. ده اسلوب حياه، وانت امتى لا تبقى اجابه على المرمى؟ ما انا حطيت جون يا جدي، عايز نعمل ايه تاني يعني؟ تلعب السهل، تلعب السهل وتبطل حنكشه. عامل لي في احمد عبد القادر. حاضر يا جدي اللي تشوف. البطوله دي لازم تبقى بتاعتنا، اهي حاجه لصالح بقى الجمهور بدل الدوري. بقول لكم ايه صحيح، سمعتوا خبر رجوع ميسي ده؟ انا مش فاهم عايز مننا ايه، ما صدقنا ارتحنا منه. انا مبسوط يا عم والله، عشان هيبقى في منافس ليا. تخيلوا بقى كده كلاسيكو القرن، حنكش ضد الليو. يا عم اقعد اقعد بقى. بص يا بوسك يا اخويا، انا شايف ان حلو اول حد كده. هو ايه ده يعني؟ انا مخرجك من التربه وبلعبك على مسؤوليتي الشخصيه، لكن لو حد شم خبر انك متوفي من سنتين تبقى مشكله كبيره قوي للنادي. اللي بتقوله ده يا عم انت؟ وحياه ابوك يا شيخ، كفايه. مش هيبقى انت وبنزيما والزمن علينا، ده انا محور الكون حبيبك. انت محور الضحكه لا اقسم بالله. انت تتشقلب بقى وترجع من ام الاصابه دي. بحاول والله يا كوتش، انا بره عني. تضرب لك سيجارتين، تاخد لك برشام، المهم الماتش الجاي الاقيك في نص الملعب ان شاء الله. بدري، انا الفريق بيضيع مني. ما تقولش كده، كل حاجه تبقى خير ان شاء الله يا كوتش. انا بنهار والله، بنهار واحلامي بتتفتت قدام عينيا. لا ان شاء الله مفيش تفتيت ولا حاجه، الماتش الجاي الاقيك في الملعب. ازاي بقى؟ ما اعرفش. حاضر. ايه ده؟ في ايه؟ كبسه ولا ايه؟ وريني بطاقتك يا ده اللي مكتوب فيها انك برازيلي. يا عم والله برازيلي يا عم، مش مصدقك يا ده. يعني لا مهاره رونالدينو، ولا سكيلز نيمار، ولا اهداف رونالدو، ولا حتى شعر كاكا. اصل اقول لك انا من برازيل البلد. طب بص بقى يا عم الصمبا، انت بتلعب عشان بديلك استغفر الله العظيم يعني فيران توريس، فانا بلعبك عشان بقول قضى اخف من القضى. انما اقسم بالله لو عليا يالا ما هتفرق الدكه طول ما انا بضرب. انا عايزك تحبني يا كوتش. يا اسطى والله انت عيلتك نفسها ما طايقاك. انت بتعمل ايه هنا يا ابني انت كمان؟ معرفش والله يا عم، انا لقيتك بتتكلم مع كل واحد شويه، قلت اجيلك يمكن تحب تفضفض معايا ولا حاجه. اصيل يا دافيني، انا مش عايز الاربعه دول يخلوك تشيل مني. حبيبي ولا يهمك. معلش بس كان عندي سؤال بسيط. خير قول. هو انت ليه سموك زرقاء الحمامه؟ حمامه مين يا فينيسيوس؟ اكبر بقى يا ابني، اسمها يا ماما. يا سيدي حمامه يا ماما، نعامه. ليه بقى سموك زرقاء يعني؟ ليه مش حمراء؟ ليه مش خضراء او صفراء او بربل يعني؟ ليه مش بربل اليمامه؟ اطلع بره.